فإننا نعلن عن تنفيذ إجراءاتنا بخصوص العصيان الإداري والتي تتمثل بما يلي: أولاً، مقاطعة برنامج الإمس وعدم قيام مديري المدارس ومديراتها وكذلك المعلمين بتنفيذ أي نشاط يتعلق بهذا البرنامج، وكذلك الالتزام بمقاطعة مشروع الـ SBTD 2 والقيادة من أجل المستقبل Leading for Future. 2، نهيب زملائنا المشرفين والمختصين عدم زيارة المدارس والمعلمين والبقاء في مكاتبهم أو مكاتب مديري المناطق التعليمية ونهيب بهم تطبيق ذلك. 3، مقاطعة جميع العاملين تعليم، خدمات، عمال، كافة الدورات وورش العمل حتى إشعار آخر. نقف اليوم أمام تقليصات جديدة تمارسها إدارة الأونروا على اللاجئين والعاملين كموظفين في هذه الإدارة. نعم، التقليصات مستمرة تحت دعاوى أن هناك نقص في الميزانيات، وقد أثبتت التجارب المتوالية أن جزءا كبيرا من هذا الإدعاء هو محض الدعاء، وهناك العديد من الإجراءات قامت بها إدارة الوكالة في إطار برنامج معد ومدروس مسبقا، الهدف منه هو إنهاء عمل الوكالة في مناطق عملياتها الخمس، أي بمعنى آخر إنهاء عمل الأونروا وضياع قضية اللاجئين في الأدراج. هذا الأمر نحن في القوى الوطنية والإسلامية ولن نقبل به بتاتا، ولن نسمح به. يكون لنا موقف اتجاه كل المستجدات. شكرا لكم والسلام عليكم. شكرا للقوى الوطنية والإسلامية، وشكرا للأستاذ محمود.